بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. على كل حال احنا مش مقصرين، رغم صحة راسكم وغروركم، لأنه هو ناتج صحة الراس والعناد والغرور ناتجين عن عبوديتكم للشيطان الرجيم. هذا أقل شيء يقولوا، حيث ما كنتم أحرار. هذا يمجد في الحرية، نصوم ليبر ديغاش تال بيرسون، نصوم ليبر ونابي بالو دروا دو نو غوفرني اتسيتيرا. انت اللي قاعد تقول ونابي باس ساي ساي سا اي في تو كاش ان اسبوار دو دوبري ان جور لوتر بير كو سو غوفرنور. يعني ناس ما تراو الخير كان فيكم وما تراو الكمال الا فيكم، واللي مش منكم ما عنده شيء من العلم، ولا عنده شيء من رفعة الأخلاق، ولا عنده شيء أهيله باش يكون يوما من الأيام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما خليتوها الناس الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقت اللي صعد أهل النهضة وحبوا يقوموا بأقل شيء في هذه المهنة، هذه اللي ربي أمرنا بها، ما لا شنعت بيهم وحكمتوهم وتهمتهم بباطل. وبعد اليوم يقول لك احنا اللي قوت النهضة ماهوش كاريزماتيك، ما عنده شيء، ما يسحرناش، منظره قبيح. هو منظره قبيح، ما عند الله منظره جميل. احنا نحكم بالظاهر، نحكم بالظاهر. هك الانسان هذاك اللي عذبته وحكمته و و و ونويته تصفيته جسديا، لخي عانى شوية منكم الإنسان هذاك، ولو مش على حق. ليش أنت توصلوا باش يتهم بغير حق؟ ليش؟ وبعد مسيك أنا كلمة، إحنا اللي بعض من تقاسم وجهه تشد ضدكم، أرديتوا أك الشخص هذاك غير مقبول عندكم، وأنتم ديجا شيء مش غريب، أنتم تكرهوا الإسلام من الأساس. بطبيعة أمر كل من يذكركم بريحة ريحة الإسلام تبغضوه وتتلقوا عليه وتشوهوه وتستقبحوا و لكن إذا كان ربي كتب لنا النصر يوما ما، على نشيش دوك اللي عذبتموهم، وإحنا مش ضربوا لشوية، عذبونا رغم الدين الصحيح والعلم النافع. وكذا وانتم من قبيل الشيطان ما تحبوا كان عربت النافع واخوه وقت. والسلام على اهل الاسلام بالتمام والكمال.